استقبلت محافظة الأقصر المغامر المصري علي عبدو، والذي انطلق بدراجته الكهربية ليجوب محافظات مصر لتسجيل رقم عالمي جديد بموسوعة جينيس لأطول رحلة بدراجة كهربائية، وذلك في إطار مبادرته لدعم قمة المناخ COP27 والتي يمر خلالها على محافظات الجمهورية المختلفة للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، كل ذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل. تقرير الزميلة إيمان حسن. قام المغامر المصري علي عبدو بمشاركة شباب وفتيات الأقصر بزراعة شتلات الأشجار بالغابة الشجرية بأسماء دول العالم. جاء ذلك خلال استقباله بمحافظة الأقصر في مغامرته رحلة إلى قمة المناخ التي انطلق فيها بدراجته الكهربائية لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس لأطول رحلة بدراجة كهربائية، وذلك إيمانا بتبني قضايا حماية البيئة والحفاظ على المياه وإيجاد بدائل لمكافحة آثار التغيرات المناخية. احنا النهارده في الغابة الشجرية في قرية الحبيل في الأقصر. مش عارف اقول ايه بصراحة من اللي انا شفته. الغابة حاجة رائعة، استقبال الناس مبهر جدا، يعني انا مخضوض بصراحة من عدد الناس اللي موجودة والترتيبات اللي عملتها شركة المياه والمحافظة ودعم الناس. حابب اشكر اهل الأقصر كلهم، وحقيقة اتشرفت ومبسوط ان انا النهاردة في الأقصر. اتمنى ان كان يبقى فيه وقت اكتر من كده نقضيه في الأقصر، بس الحقيقة محتاجين ان احنا النهاردة نوصل لمدينة مرسى علم، فمضطرين ان احنا نمشي في وقت قريب، وان شاء الله نزور الأقصر تاني في اقرب فرصة ونقابل اهلها الطيبين الجدعان جدا. تشرف المغامر المصري علي عبدو اللي بيقود دراجة كهربية من أسوان متوجه بيها الى مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ اللي هي هتنعقد ان شاء الله الشهر القادم COP27. كان بيشرفنا النهاردة عشان يثبت للعالم قد ايه ان هو كل من يفيد المناخ تصرفات تساعد على التغلب على التلوث وعلى الاجراءات الغير قانونية اللي بتتم، هو النهاردة جاي عشان يزور الغابة الشجرية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللي تم إنشائها من سنة 1996 على مساحة 1900 فدان، منزرع منها حوالي 700 فدان بأشجار بتساعد في تقليل نسبة الكربون وثاني أكسيد الكربون في المناخ أو في الجو على مستوى محافظة الأقصر. يذكر أن الغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لها دور إيجابي في الحفاظ على البيئة والتغلب على أثار التغيرات المناخية، والتي تروى بمياه الصرف الصحي المعالج لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه. جامعة الأقصر بطلابها وأعضاء التدريس وبيشاركوا في فعاليات التقديم مساهمة من محافظة الأقصر وجامعة الأقصر في مؤتمر المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية رئيسنا المفدى عبد الفتاح السيسي. المشاركة عبارة عن غرس أشجار في منطقة اللي احنا محيطين بها، وده نواة لمؤتمر المناخ اللي الأشجار المعمرة والمثمرة لها فائدتين، فائدة للبيئة وفائدة للإسمار. محافظة الأقصر من المحافظات اللي نسعى ان تكون من المحافظات الصديقة للبيئة. يمكن احنا متجمعين النهاردة لان في فعالية بتتعمل بالتوافق مع مؤتمر التغيرات المناخية اللي هيحصل في شرم الشيخ ان شاء الله،
بزراعة 150 شجرة ل 150 دولة من المشاركين في مؤتمر التغيرات المناخية، وده جه بالتواجد مع المغامرة اللي بيعملها المغامر المصري علي عبده، ان هو هينطلق بدراجة كهربائية من أبو سمبل تنتهي في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، ودي محطة من أحد المحطات اللي هيعدي عليها في الرحلة بتاعته. فاحنا قلنا نستغل هذا الحدث لان هيتسجل في موسوعة جينيس ريكورد، فان احنا نسجل ان دي احد المحطات اللي هيبقى فيها، لان ده ليه دور كبير جدا في مواجهة التصحر والتغيرات المناخية، وهي الغابات الشجرية اللي احنا موجودين فيها النهاردة. وان شاء الله من ضمن الفعاليات زي ما قلنا هيتم زراعة 150 شجرة ل 150 دولة، وبعد كده هو هينطلق يكمل المسيرة بتاعته في محطات اخرى، ولان هو ليه دور تاني في ان هو بيعمل توعية للتغيرات المناخية. من محافظة الأقصر إيمان حسن.